اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. الاستاذ ناصر الغربي والاستاذ طارق نوفل مضيفا حلقه الليله. نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه وننطلق مع فقرتنا اليوميه بين قوسين. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب عبدالله الفراج بصحيفة الوطن والتي حملت عنوان رسالة هوساوي، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: يقف أغلبنا إعجابا وتقديرا للقرار الذي اتخذه مدافع الهلال أسامة هوساوي في اختيار القارة العجوز للاحتراف فيها بعد أن بلغ سن النضج الكروي ضمن صفوف أندرلخت البلجيكي، ليكمل المسيرة التي أطلقها قبله في الفريق سامي الجابر وفهد الغشيان مع فريقي ولفرهامبتون الإنجليزي وإيزيد الكامار الهولندي وعبدالله الحافظ المحترف في فريق ليريا البرتغالي. إن القرار الذي اتخذه هوساوي هو عين الصواب، وإن كنا نرغب في أن يتم ذلك وهو في منتصف العشرينيات من عمره كي تكون الفائدة أشمل وأعم وتكون هناك مساحات للانتقال وتحصيل العرض الأفضل وتحقيق المكاسب الأكبر للمنتخب السعودي. ورغم إيماننا بنجاح اللاعب في مهمته المقبلة لعدة اعتبارات فنية وأخلاقية وسلوكية وانضباطية، إلا أننا نتطلع إلى تحقيق فرص استثمارية أوسع من خلال وجود رعاة استثماريين لهوساوي ولكل لاعب سعودي يغادر للاحتراف الخارجي من خلال شراء حقوق نقل مباريات الفرق التي يلعبونها، وأسوة بلاعب اليابان الذين استفادت أنديتهم ودروا عليها الكثير من العوائد الاستثمارية جراء احترافهم في الخارج. وأضاف الكاتب: وأعجبني كثيرا في انتقال أسامة هوساوي إلى أندرلخت السرية الكبيرة في المفاوضات وسرعة حسمها، بالرغم من أن ذلك لا يروق لنا كإعلاميين ميدانيين كوننا نبحث دوما عن الحراك الكروي والاحترافي، ويدفعنا الفضول إلى البحث عن كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة عن كل المراحل التفاوضية أملا في كسب القاري وتعزيز الحضور في الشارع الإعلامي. الرسالة التي سيحملها هوساوي لأوروبا لن تكون خاصة به، بل هي عامة لكل السعوديين، وسيكون نافذة على الشارع الأوروبي للتعريف بشكل أكبر عن أخلاقياتنا وثقافتنا الإسلامية بعد أن سبقه عدد من لاعبي المشرق العربي ومن مصر. طب هذه مقالتنا اليومية، خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. كبار الشرفيين يحددون شخصية متفق عليها لرئاسة القادسية للضغط على الهزاع، هذا عنوان اليوم. في الحياة ناصر الشمراني: كماتش وعطيف أفضل المهندسين. في الاقتصادية الهلال يفقد هوساوي وويلي انتظار. في عكاظ الكلاسيكو يعيد منصور بلوي للاتحاد. في النادي جدة تستضيف نهائي كأس الأبطال في 9 رجب. في المدينة بوادر أزمة مكافآت في الهلال قبل الكلاسيكو. في المدينة أيضا السلوى: أخطأت في حق الخراشي ولا أختلف عن داود الشريعة. في الشرق الأوسط صراع هلالي نصراوي على التوقيع مع الأسترالي تيم كاهل. هذه عناوين صحافة الصباح، نشوف ضيوف حلقة اليوم. الأستاذ محمد القدادي الكاتب والناقد الرياضي والمؤرخ، وعبد العزيز الخالد الدكتور المحلل والناقد الرياضي المعروف والمدرب الوطني. هذه حلقتنا اليوم. طارق، قبل ما أودعك وأشكرك أبغى أسأل، جتني أكثر من رسالة على تويتر تحدث عن مساعد المدرب في نادي الشباب، أنه مدرب في الأصل ويعمل تحت إدارة برودوم، صحيح؟ نعم صحيح، هو كان مدرب في الدوري اليوناني، مدرب هو رقم واحد في احد الفرق،
حقيقة يعني هو الجندي المجهول ولا بد أن نشيد فيه. كان خير يعني معاون ومساعد للمشرب ردوم والبقية الجهاز الفني والطبي كذلك. حقيقة يعني أنا أعتبره من الناس اللي أكثر واحد استفاد منه من ناحية الخطط الفنية, لأن دائما بعد كل تمرين أجلس معه مدة تقريبا ربع ساعة نص ساعة نتكلم كثيرا في أمور النادي. حقيقة هالمدرب هذا لم يأخذ نصيبه من الكثير من الإعلام. عشان كذا قلت ما هو برودون بس, فيها أيادي خفية دعمت برودون. نعم لا صحيح صحيح, ولكن بما أنه اللقاء أنا قصدي مع برودون فهو اللي جت عليه أضواء كاملة, ولكن يستحق كل الشكر إيميليو. طارق شكرا جزيلا لك. عفوا. ناصر شكرا جزيلا لك. شكرا لك, أتمنى أن قدمنا للمشاهدين كورة ما يفيدهم. شكرا جزيلا. موعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله.